300,000 سوداني تلقوا العلاج داخل مصر، واستقبال 1,800 فلسطيني بالمستشفيات المصرية حتى الآن. مجهودات مصرية كبيرة لتوفير الرعاية الكافية للأشقاء العرب، وتفاصيل هذه الجهود من خلال تغطيتنا الآن. قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت يأتي لأهمية تخصص طب الطوارئ ودوره في تقديم الرعاية الفورية للمريض، وأضاف هناك تطور كبير لدور طب الطوارئ في العالم، ولذا يتطرق المؤتمر لعدد من التخصصات المرتبطة بطب الطوارئ، وتم الحرص على تقديم محاضرات في التغذية العلاجية لأول مرة في المؤتمر. وأوضح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية أن المؤتمر سيناقش كيفية اتخاذ القرار المناسب والصحيح في طب الطوارئ، بالإضافة إلى دور التمريض في الرعاية الحرجة وغيرها. ومن جانبه قال دكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لطب الطوارئ والحالات الحرجة أن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام شديد للغاية، لا سيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف أولوية كبيرة، وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام. وأوضح أن وزارة الصحة والسكان المصرية استقبلت 1,800 فلسطيني، وتم إجراء ما يقرب من 1,200 عملية جراحية. وقال إن الدولة المصرية لها إسهامات كبيرة للغاية في مساعدة الأشقاء وضيوف مصر، وحرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية. وجاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت عنوان المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأيضا الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. وأضاف أنه في الفترة من 22 إلى 23 من يناير الجاري تم علاج أكثر من 300,000 سوداني في مصر منذ اندلاع الحرب هناك منتصف إبريل الماضي، بجانب تقديم 50,000 من اللقاحات والطعوم. وأكد أن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام شديد للغاية، لا سيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف أولوية كبيرة، وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام. وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي. وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25,295 فلسطيني وإصابة 63,000 آخرين منذ بدء الحرب. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 190 شهيداً وإصابة 340 شخصاً خلال 24 ساعة الماضية. وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم باستشهاد 20 فلسطيني جراء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر إنه فقد الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في خان يونس جراء الاجتياح البري. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية تغطيتنا، بنشكر حضرتكم على طيب المتابعة. كانت معكم مريم كمال، شكرا لكم وإلى اللقاء.